بص، احنا هنا في الميكر سبيس المفروض ان احنا مكان الناس بتيجي تخلص فيها المشاريع بتاعتها كلها. فعندنا ماشينز زي الليزر كاتر، الثري دي برينتر، في تولز كتير عندنا في المكان. الفكرة كلها ان احنا في الفترة بتاع الكورونا دي المفروض احنا بنتعامل مع طلبة كتير وكلام من ده، بس ما كناش مدخلين السكشن بتاع الهاند ميد قوي والحاجات اللي هي اللي بتتعمل بالوان ورسم وكده. فاضطرينا في فترة كورونا ان احنا ندخل حاجات كتير للميكر سبيس، زي الطلبة بتاعت فنون جميلة وفنون تطبيقية بيشتغلوا على الجزوع عشان خاطر يعملوا حاجات بتاعت الأفراح، يعملوا رسم مثلا على الجزء وكده. فكانوا بيستخدموا الليزر كاتر، بيحفروا الأسماء، بيحفروا الحاجة اللي عليها، وبعد كده بيلونوا ويضيفوا الحاجات اللي هي التاتش بتاعهم بقى، سواء ورد، سواء ألوان، سواء هيرسموا شكل شخص، أي حاجة يعني. هو في البداية بيكون الموضوع عبارة عن شجرة بتتجاب، الشجرة دي بتتقطع، وبعد كده القطع ديت بنصنفرها، وبعد ما بتتصنفر بتاخد طبقة سيلر بحيث ان هو ينعمها شوية، بعد كده ان هي بتتصنفر تاني، بعد كده تاخد سيلر تاني، وبتتساب تنشف، وفي الاخر بتديهن ورنيش. العملية ديت هي ما بتاخدش وقت، بس هو عشان انت بتسيبه ينشف شوية دوت، يعني ممكن الموضوع ياخد في حدود ساعتين مثلا، 3 ساعات للجزء الواحد. هو في كذا نوع بنستخدمه، في زنزلخت، في الجازولين، في الفيكس، في السنت، في كذا نوع يعني، بس احسنهم يعني بيبقى الزنزلخت وممكن الفيكس شويه. والله على حسب الحاجه اللي بتتكتب يعني، الحاجه اللي بتتكتب دي ساعات بتبقى كبيره فبيتعمل سكان حفر للموضوع، ففي جمله ممكن تاخد 10 دقائق فبيبقى تكلفتها مثلا ب 15 جنيه، عشان الدقيقه بتاعت الليزر عندنا بجنيه ونص. ففي حاجات بتكلف 15، في حاجات بتكلف 20، في صورة مثلا ممكن تحفر على الجزء مثلا تتكلف في حدود 60 جنيه عشان مثلا بتاخد 40 دقيقة، فكل بيبقى حسب الوقت يعني. لا، هو بصراحة الإقبال عليها يعني إلى حد ما كويس جدا، في ناس كتير جدا بتحب الموضوع ده، لأن هو زي ما قلت في الأول هو بيدي شكل للمناسبة. هو في العادة بيتكتب اسم العريس والعروسة وتاريخ المناسبة، لكن مثلا ممكن يتكتب حاجة زي welcome to our beginning، ممكن حاجة زي sweet home، في برضو يعني حاجات ليها علاقة بالموضوع just engagement. الكتابة بتاخد في حدود مثلا من 10 ل 15 دقيقة، على حسب برضو حجم الكلام اللي انا هكتبه عليها. واحنا بنبيع الصمت بجنيه، وبنزود مثلا 5 جنيه صنفرة وسيلر عشان خاطر الموضوع بيبقى فيه تعب شوية، انت بتصنفر الموضوع، فاحنا بنبيع الصمت بجنيه. يعني مثلا الجزء ال 25 سنتي بيبقى ب 30 جنيه كده يعني، لو هما مش هياخدوه متصنفر ومتعالج بياخدوه الصمت بجنيه بس، ما بيزودش 5 جنيه يعني. We'll be right back.